وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، بعد التحية، عملية التنمية في سيناء ومدن القناة شهدت تنفيذ عدد كبير للغاية من المشروعات في قطاعات مختلفة، ومن أبرز هذه القطاعات البنية التحتية. إلى أي مدى ساهم ذلك في تحقيق التنمية الحقيقية؟ أولا مساء الخير عليكم وعلى كل مستمعينكم. لأن قبل ما أتكلم عن المشروعات والبنية التحتية، المشروعات العملاقة اللي تمت، خلينا أوضح نقطة مهمة، إن التنمية اللي بتحصل في سيناء مش تنمية اقتصادية. دي اللي بنسميها بمعنى الكلمة تنمية شاملة أو تنمية مستدامة، وتنمية شاملة هي الكلمة الأصح والأهم، إنها مبنية على ليست فقط رؤية اقتصادية، لكن الرؤية في تنمية سيناء رؤية متكاملة، جزء كبير جدا منها أمني، جزء منها سياسي، جزء منها اجتماعي، جزء منها اقتصادي. لكن الرؤية، وده الأهم، من مشروعات التنمية في سيناء على مدار السنوات السابقة، يمكن في 20-30 سنة الماضية كانت موجودة، لكن النهاردة يبقى عندنا بعد متكامل ونظرة فوق الاستراتيجية وفوق الاقتصادية، نظرة أمنية متكاملة لتنمية سيناء، أو لجعل هناك مجتمع متكامل او حياه متكامله. وزي ما قلتوا في التقرير بتاعكم، كلمتوا الصحه، كلمتوا على التعليم، كلمتوا حتى على المتاحف وعلى الثقافه، كلمتوا على عدد كبير من المشروعات اللي تمت، ان يكون عندنا في سيناء مجتمع متكامل، وانا بقول متكامل كامل، لتنميه شامله وليست فقط تنميه اقتصاديه ومشروعات وبعض المشروعات. فهي الرؤيه المتكامله الحقيقه دي اللي كنا بنفتقدها في سيناء. وبعدين نرجع للمشروعات اللي حضرتك قلتيها. يكفي نقول رقم السيد الرئيس قاله من قبل، ان سيناء انفق عليها 700 مليار جنيه مصري. 700 مليار، مش 1000 ولا مليون، بنتكلم على 700 مليار جنيه علشان نقدر نخلق مجتمع متكامل او حياه متكامله في سيناء. يمكن الموازنه الاخيره اللي تمت، موازنه 2022-23، الموازنه دي حطت استثمارات بحوالي 8 مليار جنيه. يعني كلمتوا انتوا على القطاعات، لكن عندك مثلا مشروعات تنمويه في المحافظه، عندك 208 مشروع تم في الفتره الماضيه، قيمه الاستثمارات بتاعتهم في سيناء حوالي 10 مليار. نعم. بنسبه زياده، يعني كل سنه بتزيد بنسبه زياده 124%. يعني عندنا استثمارات محطوطه على قطاعات، طبعا قطاع الزراعه، قطاع الصحه، قطاع التعليم، قطاع الثقافه. يمكن يكفي ان احنا نقول ان الاستثمارات اللي اتحطت او اللي محطوطه النهارده في سيناء، من ده الكلام اللي جاي من الموازنه العامه بتاعت الدوله، عشان الناس تعرف الدوله بتنفق في ايه، مش بس بتنفق في مشروعات عملاقه ولا بنيه تحتيه. لكن عندك مثلا 2.5 مليار لقطاع النقل، عندك قطاع الاسكان 2.5 مليار تاني، عندك قطاع التنميه المحليه مليار، عندك قطاع الموارد المائيه حوالي 1.5 مليار، عندك قطاع التعليم والبحث العلمي 230 مليون، عندك قطاعات الاخرى اللي هي خاصه بالاستثمارات الاخرى فيها حوالي 600 او 700 مليون جنيه. يعني انا بشكر حضرتك دكتور عمرو على الحديث بلغه الارقام، لانه لغه الارقام الحقيقه دايما بيكون لها دلالات مهمه جدا في توضيح حجم التنميه. زي ما حضرتك ذكرت، التنميه الشامله والتنميه المستدامه بالفعل التي تشهدها سيناء حاليا. اذا ما تحدثنا على مردود هذه المشروعات بالارقام اللي حضرتك تحدثت عنها بشكل دقيق جدا، واللي حدثت خلال الفتره الماضيه على المواطن المصري، المواطن المصري خصوصا طبعا في سيناء، لانه المشروعات متعدده ومختلفه، مشروعات البنيه التحتيه، مشروعات خاصه بملف الاسكان الاجتماعي، الصحه، الزراعه، التنميه العمرانيه، التنميه الزراعيه، يعني في كل المجالات المشروعات بالفعل موجوده وبارقام زي ما حضرتك ذكرت، ارقام دقيقه وارقام مهمه ولها مدلول كبير ايضا. لا، هو طبعا المواطن السيناوي، وانا بقول المواطن السيناوي لانه يعني كان منسيا لفتره طويله، واحنا لازم على فكره بالمناسبه من هذا المنبر، وانتوا يعني جهه اعلاميه يعني ذات تاريخ بسيط، ان احنا نرجع تاني زمان واولادنا يعرفوا دور بطولات اهل سيناء وبدو سيناء في الحفاظ على سيناء. النهارده هم اللي بيقوموا بالدور الرئيسي. وعشان ارجع لسؤالك، المردود هتلاقيه في الديلوكاليزيشن او في الري امبلمنتيشن او في اعاده تواجد اهل سيناء مره ثانيه بشكل مكثف، والتجمعات العمرانيه اللي النهارده بتزدهر لاهل سيناء وغير اهل سيناء بالمناسبه،
هو ده المردود اللي احنا شايفينه. يعني لما تتكلمي، لما حضرتك اتكلمتي على المتاحف، اتكلمتي على المستشفيات، اتكلمتي على النقل، اتكلمتي على التعليم، اتكلمتي على الصحه، اتكلمتي على البنيه التحتيه، الميه، الصرف الصحي، الزراعه، النهارده مشروعات الزراعه في سيناء مشروعات عملاقه، الصرف الصحي لسيناء ما كانش فيها صرف صحي قبل كده، ده كله خلق تجمعات تنمويه مستدامه. يعني ايه مستدامه؟ يعني تصلح انها تعيش وتزدهر. عدد سكان سيناء النهارده بيزيد، الاستقطاب شبابنا اولادنا من الوادي القديم الى سيناء بيزداد. واهم شيء اللي انا عايز اقول عليه، النقطه الذكيه اللي ليها مردود النهارده الدوله عملتها، هي عمليه بناء مجتمعات او تجمعات سكانيه في سيناء متكامله. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، شكرا جزيلا على هذه المشاركة من حضرتك، شكرا جزيلا.